السلام عليكم. بالنسبة لبن عطية اللي هاجم المغاربة على حساب انتقادات ديالهم، ما كانش معقول، لأنه هو لاعب كبير وكان سند للمنتخب، والمنتخب بلا بيه قوي، وب 86 كانوا لعابة واعرين غادي البطولة الوطنية، وما عمر شي واحد خرج بشي تصريح خايب أو هو كيبقى لعاب كبير، ولكن المغرب كبر منه لأنه هو مغربي وما يهاجمش المغرب. أنا لا هاجم المغرب، راه كيهاجم الدولة كاملة وكيهاجم الشعب. وهو كان في نظريتنا احنا كاملين على أنه لعاب كبير وفي مستوى كبير، ولكن في الآخر وفي الآخر الأول وفي الآخر كيبقى مغربي. كان أنه لا ينتقدوه راه من مصلحته، لأنه كيحس براسه، ولكن الناس قبل منه وحسن منه كانوا عاديا. داز باصير، داز كريمو، داز الدولمي الله يرحمه، كانوا من أحسن لعاب، دازوا لعابة كيعرفوا الوطنية شنو هي، وفي الآخر كيبقى مغربي. ولكن أنه باش ينتقد شعب على قده، لا، عنده محبين تا هو ديالو، ولكن في الآخر وفي الأول كيبقى مغربي. احنا ماشي معاه على انه ينتقد المغاربه وانه يقول عليهم شي كلمه خايبه، لانه في الاخر هو مغربي، وحنا الحمد لله كنعززوا الفريق الوطني كامل، يا اللي خفق فيه ولا اللي كان مزيان، لانه في الاخر كتجمعنا رايه وحده وبلاد وحده، والفريق الوطني ما عندناش اللي نعليه. وما علاش على انه كان من احسن الفرق اللي دازوا، من احسن المنتخبات اللي دازوا في المغرب، هما ديال 86 وديال الناس اللي خداو كوب دافريك في 70 وفي 76. إذن عيب عليه وما يمكنش يهاجم المغاربة بهذا الكلام اللي قال وبهذا الشيء ديالو. وهو راه لاعب كبير، ولكن بالنسبة له قال هكا ما كيبقاش لاعب كبير، كيبقى مواطن ناقص. بالنسبة لي صراحة أنا هذا الفيديو كما قلت لتيا الآن باقي ما شفتوش، ولكن يعني كتهضر هضرة صحيحة. كنظن أنه خاص عرف المشكل علاش انه هاجم المغاربه، قال لهم انه كيهاجموا بانه في سبب الخساره المنتخب وداك الشيء. وصراحه كنظن ان خاص اعاده نظر في الجهه، الا كان يعني خاصو يتحاسب على هذا القول اللي قالوا ان المغاربه كيهاجموا بانه هو سبب الخساره المنتخب. وصراحه انه بصفه انه يلعب مع فرق عالميه من البايرن ميونخ، اليوفي، يعني ما تحتاج بنادم يهضر عليه كاع. يعني ما تو واحد من بدايه ديال المشوار ديال اي لاعب مغربي، عمر شي لاعب مغربي بحاله دار هذا الانجاز انه لعب مع فرق عالميه وانه صحف عالميه تكلمت عليه وداك الشيء. هو بصراحه اذا كان لاعب كيمتاز بروح رياضيه وكيمتاز بالاخلاق الرياضيه، بالعكس ما خصوش يخرج كاع بهذا التصريح نهائيا، فهمت؟ لان تبارك الله راه عنده جمهور كبير، فهمتيني؟ اول حاجه خص يحترم الجمهور ديالو، لان لاعب بدون جمهور ما كيتسماش لاعب. المهم انا كوجهه نظر ديالي، فهمتيني، كلاعب ولاعب على ما اظن لاعب دولي، فهمتيني، ما خصو اول حاجه يمتاز بالاخلاق الرياضيه، دي اول حاجه، فهمتيني، ويحترم الجمهور ديالو. يعني كاينه حريه، فهمتيني، كاينه كله، يعني كله شنو كيقول، فهمتيني، الى اللاعب سميتو الجمهور ديالو راه طبيعي بحال اللاعب، راه كاين اللي غينتقدو وكاين اللي غادي ينصفو. كلاعب سابق شنقول لك، تبارك الله كان في الاول ديالو كان عطاه، تبارك الله. انا حيت انا ما عنديش مع كره، ولكن كنسمع، فهمتيني، وكنتفرج شي في بعض الماتشات اللي مقلال كلاعب، وتبارك الله في الاول ديالو راه كان عطاه، اما دابا راه ما بقاش كيعطي والو، دابا صار من الاحسن يعتزل. واش نقولك، ماشي كيهاجموا ولا كيخرجوا بما راه انت المسؤول وانت هادي، مي هو كابيتان، والكابيتان كتكون عنده واحد الدور كبير باش يقاد اللعابه كيقادهم وسط التيران، كيف ما المدرب كيقادهم من برا التيران هو كيقادهم وسط الارضيه. ما كاينش شي واحد اللي يقدر يعوضه، مستحيل تلقى في دابا حاليا شي واحد يعوضه بنفس اللعب ديالو بنفس الكاريزما، مي هادشي من حقه. الا كان ما غاديش يرتاح في الفريق ديالو غيبقاو الناس يهاجموا، دونك من احسن يعتزل دوليا، حيت ما يقدرش يعطي، واخا يجي يلعب ولكن المورال ديالو كيفكر في حاجه اخرى، دونك ما غاديش يعطي.